الاب وجينك دي الاثنين بكتيريا جونوريه او الوحده والمننجيتيز اللي تبعها نعم شوكليت وفاير مارك. فاير مارك ده هو شوكليت بس عليه انفيرك، يبقى شوكليت وفاير مارك.
فانا كده راجع في دماغي كل الكوبايات بتدور على ايه؟ ستات بتدور على نيوترال او بلس او مانيتو. الستريب بتدور على ايه؟ بلس بس. اثنين كوبايات بلس ومعاها شوكليت. النيجيريا كلها بتدور على شوكليت او ستاير مارتن. لكن النهارده مش هرجع اخد بالي انها تطلع على اي ميديا. اي ميديا في الدنيا. بما فيهم الشوكليت والستاير مارتن. فدي على اي ميديا. مش محتاجه حاجه مخصوصه يعني. الشهر اللي وراه بتعمل اكسبريشن لجين تاني بشكلها يوم كل شهر يتغير.
واحده لانها بتحتوي على مالتيبل جينز كودنج فور اكس ستراكشر، يعني فيها كذا جين بيعمل الستراكشر بتاعتها مش جين واحد. ماشي تمام. يبقى ده اول فيريرنت فاكتور الفاريشن. لازم المايثيريا جونوريا، احنا بنتكلم عن فيريرنت فاكتور اوف مايثيريا جونوريا. ثاني فيريرنت فاكتور وده مهم جدا جدا، حاجه اسمها بايل. البايل ده ايه فايدته بالنسبه لها؟ عموما المايثيريا كطبيعه الانفكشن بتاعها بتعمل انفكشن على ميوكوس ميمبرين. دايما في دماغي ان البكتيريا اللي بتعمل انفكشن على ميوكوس ميمبرين لازم ربنا يديها حاجه تثبتها على ميوكوس ميمبرين ده، والحاجه اللي بتثبت البكتيريا على ميوكوس ميمبرين هو البايل. فعشان كده بما ان المايثيريا دي سواء جونوريه او من الجسيد دايما الانفكشن بتاعها على ميوكوس ميمبرين، فعشان كده هما الاثنين لازم يبقى فيهم البايل. يبقى تاني فيريرنت فاكتور هكتبه هو البايلنج. لازم اكتب جنبه ان ايه؟ انها لو ما هياش فيها بايلنج تبقى نون باثوجينيك. الكلمه المهمه المكتوبه جدا اللي هي ايه؟ النون بايلنج، يعني الاورجانيزم اللي ما فيهوش بايلنج ده نون باثوجينيك، ما فيهوش ايه؟ ما يعملش جديد. والبايلنج فايدته عموما ودي الفايده بتاعته في اي بكتيريا بنعمل ايه؟ اتراكشن او ادهيجن. وبما ان انا قلت في الاول كلمه فاريشن في اي فيريرنت فاكتور هكتبه هكتب جنبه هو فاريبل، انها فيها حوالي 100 نوع من البايل. 100 تايب من البايل ده فاريبل، يعني كل شويه شكله ايه؟ يتغير. اول حاجه فاريشن، هحفظ السؤال المهم بتاعي ده لازم اطلع حفظاه. اول فيريرنت فاكتور فاريشن، ثاني فيريرنت فاكتور البايل انها فيها بايل، والبايل ده فايدته الادميجن او الاتاتشمنت، وانها فيها حوالي 100 نوع من البايل ده، كل شويه تعمل نوع منه. ماشي؟ ثالث فيريرنت فاكتور حاجه اسمها ال او اس. ال او اس ده لايبو اولي بوتوكراي، دايما الستيل وول في الاخر بتاع البكتيريا لو نظمت كده نمور او السايد سيلز، يعني اخر حته في البكتيريا فوق بيبقى فيها شوجر، وده جزء من الستيل وول بتاعها شوجر في الجسم. ماشي؟ فعشان كده بيسموا الحته دي لايبو بولي سكرايد، يعني الشوجر هنا مختلف عن بعض. فطبيعة البكتيريا من اخر حته اسمها لايبو بولي سكرايد، لكن هنا البكتيريا الجونوريا دي الحته دي اختلفت عن ده، ما بقاش اسمها لايبو بولي سكرايد، لا سموها اوليجو. اوليجو ده يعني ايه؟ اوليجو يعني واحد، حاجه واحده. فكل الشوجر ايه؟ شبه بعضها، لكن بولي يعني مختلفه تاني. كلمة لايبو بولي سكرايد ده النورمال بتاع البكتيريا كلها في الدنيا، ان اخر حته فيها صفت من بره خالص عليه كذا شجر، يعني انا شفت جلوكوز جلاكتوز مالتوز غير بعض، ده الطبيعي. لكن لو لما البكتيريا الجمهوريه دي الدنيا فيها مش كده، لا ده فيها حاجه اسمها لايبو بولي سكرايد، يعني هنا شجر واحد ومتكرر. ليه؟ هنا عشان تهرب من الاميون سيستم تو ايديل. The immune system اللي يعمل يخلي الحكايه دي يخليها تضرب في الاميون سيستم، لان قالوا ان احنا في هيومن الاخر حته عندنا في السيل بتاعتها السيل ميمبرين فيها لايبو اوليجو سكرايد، يبقى هي كده بقت اوتر موست سيرفيس بتاعها شبه الاوتر موست سيرفيس بتاع الهيومن، الاثنين عباره عن لايبو اوليجو سكرايد. عشان كده هي بتحاول تخدع الاميون سيستم ان هو ما يعرفش هي دي نايتيريا سيرفيس ولا دي هيومن سيل سيرفيس. فدي طريقة من الطرق اللي هي بتهرب فيها من ايه؟ من الاميون سيستم. تاني نرجع للفيريرنت، أول حاجة فاريشن نتيجة ايه؟ مالتيبل جين، فبتعمل كل شوية واحد مني. تاني حاجة البايل، قلنا ايه؟ النون بايليتد أورجانيزم تبقى نون باثوجينيك. تالت حاجة ايه؟ لايبو أوليجو سكرايد. ايه هو لايبو أوليجو سكرايد ده؟ تو ايفيد أو عشان تهرب سكيل فروم ذا اميون سيستم. ماشي؟ رابع فيريلانس باكتور معايا حاجه اسمها اي جي اي 1 بروتييز. الاي جي اي 1 ده الاميونيك بتاعت الميوكوس ميمبرين، يعني الميوكوس ميمبرين بتاعنا طبيعي عليه اميونوجلوبولين اي عشان يحمينا من اي بكتيريا. بروتكشن هو اميونوجلوبولين اي. فتقوم البكتيريا اي بكتيريا بتعمل سيرفيس انفكشن لازم يبقى عندها الاي جي اي 1 بروتييز. عشان كده اي بكتيريا حتى الثلاثه ده هم بما انهم هم الثلاثه فيهم كبسول وهم الثلاثه بيروحوا يعملوا انفكشن في المننجيت، والمننجيت ده بيعتبر شاف سيستمك ومش سهل الاتاتشمنت عليه، فهم الثلاثه ده هم برضه فيهم الاي جي اي 1 بروتيز ده. ليه؟
كده خلوها تنزل في اليوم السنوي. خلاص يا مكتب وقعدت، فمش عايزه اليوم سيستم يجي ويحاربها، تقوم ايه ربنا ده حاجه انها بقت شغاله في السيستم بتاعها، اسمها ايه؟ لايف. وقولي بص اتفرجي. ماشي؟ في مشكله 4 دول اللي فاتوا دول؟ طيب. اخر حاجه تقريبا حاجه اسمها اوتر ممبرين روتين. الاوتر ممبرين روتين عشان ابقى فاهم، واللايف اولي بتتفرج، هما الاثنين حتتين من السيل وول. لو افتكرت كده الاستراكشر اوف سيل وول بتاع البكتيريا، ده في جرام نيجاتيف بكتيريا، دي جرام نيجاتيف. هلاقي اخر حاجه فوق خالص حاجه اسمها اوتر ممبرين، وفوق الاوتر ممبرين من فوق كان اللايف اولي بتتفرج. فالاوتر ممبرين هو برضه حته من السيل وول. طيب الاوتر ممبرين بروتين ايه فايدتها؟ هنركز بس جنبها انها عندها ثلاث انواع منها. 3 تايب. عندها ثلاث انواع من الاوتر ممبرين بروتين. ثلاث انواع، وهو برضه الاوتر ممبرين بروتين فيه خاصيه الفاريشن. ماشي؟ تمام؟ في مشكله من دول؟ الاوتر ممبرين بروتين ده فيهم نوع اسمه بورين اي اند بي، فانا بسرعه دخلت وحطيته لوحده، فاحنا برضه عملناه لوحده، اسمه بورين اي اند بي، بس انا لازم افهم ان هو احدى الاوتر ممبرين بروتين. بورين اي اند بي، ايه فايده البورين اي اند بي؟ انهبت كومبلمنت فانكشن. راجع بقى البيرن فاكتور بتاعك، الحته المهمه بتاعتي بتاعت النهارده. اول حاجه فيها الفاريشن، دول نتيجه المالتيبل جين، ويقولوا ان ترتيب الجينز عشان كده مكتوب عنده حاجه اسمها ايه؟ دي ان ايه ريالنج. معناها ايه يعني دي ان ايه ريالنج؟ الكلمه اللي احنا قلناها انها كل شويه تعمل اكسبريشن لواحد وتبدله مع الثاني، فدي معنى كلمه دي ان ايه ريالنج. تاني حاجه الفايل، والفايل ده برضه فاليبل وفي منه اكتر من 100 نوع، 100 جين يعني. تالت حاجه اللي بتعمل اتاتشمنت برضه زي الفايل ار جي اي 1 بروتيز. يبقى انا عندي حتتين للاتاتشمنت، احفظ بكده، واحده فاريشن واثنين للاتاتشمنت والفيل موجودين في السيل وول. فواحده للفاريشن ده فيري لاند فاكتور، وحاجتين عشان الاتاتشمنت باينري والار جي اي 1 بروتين، وحتتين موجودين في السيل وول بتاعها بس مميزين عن ده. ايه هم دول؟ اللايف اوليجوسكرايد انها مختلفه عن اي بكتيريا، مش شبه الهيومن عشان كده بتعرف ان الهيومن سيستم. والاكثر من ميمبرين بروتين دي برضه حته في السيل وول، ايه الفايده اللي فيها؟ انه فاريبل، يعني السيستم كل شويه شكله يتغير. وخدنا حته منها اسمها بورين اي اند بي، دي انهبت كومبلمنت صح، ولازم انا افهم ان النيثيريا اهم ديفنس ليها هو الكومبلمنت. النيثيريا اهم ديفنس ليها هو ايه؟ الكومبلمنت. لو احنا كده رجعنا في دماغنا للتو كوكاي اللي خدناها، والسفير كوكاي والستريبتو كوكاي، كنا بنقول في الانجينيك ستراكشر حاجات لازم تنهبت ايه؟ الكومبلمنت. فالكومبلمنت ده من اهم وسائل الساعد اجنس البكتيريا. الكومبلمنت ده حته من الميون سيستم، بس دايما مخصص انه يدافع من ضد الجسم ضد البكتيريا، يعني يحارب البكتيريا اكثر من الفيروس، يعني ملوش دعوه بالفيروس. فدايما دايما يحارب البكتيريا. فهناك في الاستاذ كان عندها حاجه اسمها ايه؟ روتين ايه؟ كان انهبت الكومبلمنت. والستريبت كان عندها ايه؟ ايه بروتين كان انهبت الكومبلمنت والفيروسات. دي برضه عندها حاجه اسمها ايه؟ بورين اي ام سي برضه بينهبت ايه؟ الكومبلمنت. هنا لما هنقل عن النيثيريا من جديد للفيريلانس فاكتور انا هقولها في نفس الوقت لانها فيها واحد بس اللي بيختلف. ايه؟ ان بدل الفاريشن هحط واحد ثاني اسمه ايه؟ كبسول. كده احنا قلنا هي الوحيده اللي فيها كبسول، فده اهم فيريلانس فاكتور عندها. لكنها لازم ابقى فاهم انها مش فاريبل. الوحيده في النيثيريا اللي فاريبل هي ايه؟ النيثيريا مين؟ جونوريا. يبقى النيثيريا الوحيده اللي فاريبل جونوريا. لكن الميرنج كوكاي ستيبل ما هياش فاليبل، الميرنج كوكاي ستيبل مش فاليبل. اهم فاليبل فاكتور عندها ايه؟ كبسول، وبيقولوا ان الكبسول ده في منه 15 نوع. دايما اللي بيجي هي الفاليبل فاكتور اوف نيثيريا جونوريا، مش النيثيريا فريش دي، مش الميرنج كوكاي، فلخبطوا قوي يا ابني. وهنا هغير فيهم ايه؟ ده انا قلت سهله وغير بس الكبسول. والكبسول ده في منه 13 نوع اهمهم الايه؟ والبي والواي والدبليو. ايه اهمهم يعني؟ دول اكثر ناس اكثر انواع بتعمل من الفيروس. ماشي؟ طيب اول حاجه غيرتها الكبسول، والكبسول ده يفانكشن محفوظ كل البكتيريا مش بس هنا. اول حاجه ان هو بريفنت ايه؟ او بروتكت فروم ايه؟ فاجوكايتوزس. بس ده الخطا اللي بره، فهو بروتكت فروم فاجوكايتوزس، بيحمي البكتيريا من الفاجوكايتوزس.
الكبسول ده استخدمه عشان اعمل منه تكسير، واستخدمه عشان اشخص فيه المرض. فور ده ان هو دي فانكشن الكبسول في اي مكان بحافظها. ايه هي؟ اول حاجه ان هو بيبرمر بوريتوكسيك ومبادو فيتول. تاني حاجه اخده هو ده، مش لازم اخد كل البكتيريا عشان اعمل منه الباكتيريا، يعني الكبسول ده يتعمل لوحده منه باكتيريا مش من كل البكتيريا. تالت حاجة إن أنا ممكن عن طريق الكبسول أعمل دايجنوز، إن أنا أدور على الكبسول. المرة اللي فاتت قلنا تجيبوا كوباية وأدور على الكبسول في حاجة اسمها إيه؟ كولينج رياكشن. السيستم بيدوروا بيه على الكبسول، يعني اللي يشوفوا بيها الكبسول. كولينج رياكشن. مش بس كولينج رياكشن، ناخد الثلاث كلمات دول. أدور على الكبسول في إيه؟ كولينج رياكشن، عشان أكتبهم في الدايجنوز دايما. حاجة اسمها فو الدومينيشن، سؤال مهم مش هتقول حاجة اسمها لافت الدومينيشن. لكن هنا كنت هزوده يبقى احط الجمل في الحكمة دي على بعضها كده. هو مش زي دول اهم ثلاثة في الشريك الاورجانيزم يعملوا ايه؟ مننجاي. هما مين تاني؟ مين كبار؟ مين كبار؟ والهيموكتر. وقربعين اللي دول الثلاثة بيعملوا من فوق لاحق اللي هو زي الخبرات السكر، زي السكرات السكر اللي هو بيبقى عبارة عن حاجة زي السكر كده وفيها لون لون يستخدم على كلمة لاحق. ماشي؟ هو ابلكيشن والكولينج رياكشن الثلاثة دول شخصوا فيهم هنا من الجر. أنا أهم ناس شخصوا بيها في الجر هم الثلاثة دول. ليه؟ عشان بدور الثلاثة دول على إيه؟ كابتون ده هو الكولينج حاجة اسمها كو ادوجينيشن وحاجة اسمها لاتكس ادوجينيشن. دي اسامي كده تتعمل عشان ادور بيها على الكبسول، ودي مهمة جدا عشان اشخص بيها ايه؟ من تايب للتايب. طيب انا بديت الفاريشن بايه؟ بالكبسول. الفايلي اه موجودة بس ستيبل نوت فاليبل فايل. وبرضه فايدتها انها بتعمل اتراكشن. طيب اللايف اوليكوسكرايد لا موجود لايف وبولي سكرايد عادي تاني. يبقى اول حاجة غيرتها بس الكبسول، هثبت الباقي تقريبا تاني حاجة وايل. تالت حاجة مش لايف وبولي سكرايد، لا لايف وبولي سكرايد عادي. ماشي؟ ورابع حاجة هنا ايه؟ اي جي اي 1 بروتيز موجود هنا برضه، اي جي اي 1 بروتيز. خامس حاجة الاوتر من ريل بروتين موجودة هنا برضه، اوتر من ريل بروتين بس مش ثلاث انواع، خمس انواع. يبقى تالتها لو انا هحطهم في خطوات بعض ومش ثالث. اهم حاجة ان الفاريشن دي للمايستيريا والجونوريا فقط، لكن الميلينج كوباي دي ستيبل. ماشي؟ الفرق الوحيد في اهم جرانت فاكتور هنا الفاريشن، هنا اسمه ايه؟ كبسول. والكبسول ده كام نوع؟ 13. ماشي؟ ادور على الكبسول بايه؟ ده مهم قوي. كولينج رياكشن وبالكو اجلوكينيشن وباللاتك اجلوكينيشن. ماشي؟ في مشكله في الكلام ده يا جماعه؟ فاكتور متهيألي. احنا قلنا ايه؟ مورفولوجي بتاعتهم كلهم كلتشر أشوف الديزيز بقى اللي بتعمله النيجيريا الجمهورية، سؤال النيجيريا الجمهورية دايما هو الفيريانت فاكتور، لكن سؤال النيجيريا المنجيتيكس حولوه كده في النزاع. سؤال النيجيريا الجمهورية هو دايما الفيريانت فاكتور رقمه بيتغير. Thank you.
ايه هي الجونوريه؟ الكلمتين اللي اعرفهم عن الجونوريه معناها انها يوريترايتس، يعني انفلاميشن في اليوريترا. الجونوريه دي معناها يوريترايتس. وبتتنقل ازاي الجونوريه؟ سيكشوال ترانسميتد ديزيز، عشان كده سموه فينيريا. ماشي؟ تاني الديزيز اللي بتعمله نيسيريا جونوريا نوعين، فينيريا يعني سيكشوال ترانسميتد او نون فينيريا، بتتنقل باي طريقه، واهمها الكونتاكت. الجونوريا دي عباره عن ايه؟ عباره عن يوريترايتس. وانها مهمه جدا ومن اهم اسباب الانفلاميشن في اليوريترا. قسموا اليوريترا الانفلاميشن عموما لجونوريا كوز ونون جونوريا كوز، فيقولوا جونوريا يوريترايتس ونون جونوريا يوريترايتس، لانها مهمه جدا. من اهم اسباب الانفلاميشن في اليوريترا هي الجونوريا. اعرف عن الجونوريا دي ايه؟ ثلاث كلمات. اول حاجه اللي معناها يوريترايتس، وانها مانيفستد بايه؟ يوريترايتس طبعا يوريترا ديسشارج. يعني الراجل ده بدل ما بينزل اليورين كتير بينزل اليورين في بطن، تمام؟ ومع الديسشارج ده كمان حاجه اسمها ديسيوريا، يعني فين دويرين يورينيشن. ماشي؟ ده معناها الجونوريا معناها يوريترايتس، والديسشارج دي معناها ديسشارج وفباط مع اليورين واثناء اليورينيشن في بين. خلاص؟ طيب لو هو الراجل افكتد، يعني لو الافكتد ده ميل دايما هيبقى كومبلين. يعني ايه كومبلين؟ كومبلين بدون ديسشارج وديسيوريا. ده كومبلين ديسشارج وديسيوريا، بشتكي من كده عليها ديسشارج وديسيوريا. لو هو مال دايما هيبقى كومبلين، هيشتكي. لو هي في مال دايما نقطه انتوماتيك، ما تشتكيش. دايما دايما معاها ايه؟ كومبليكيشن. هي من اهمها الانترفيو. الجونوريا تعمل نوعين من الانفكشن، فينيريال ونون فينيريال. فينيريال اللي هي جونوريا، ونون فينيريال تبقى بس. طيب نعرف ايه عن الجونوريا دي؟ الجونوريا دي يعني يوريترايت، يعني انفلاميشن داخل اليوريترا. فيبقى اليورين فيه بط ومعاه بين، يورين فيه بط ومعاه ايه؟ بين. طيب الشكوى هنا ايه؟ لو هو مال دايما هيبقى كومبلاني من كده من الاستشار والديسيوري. لكن لو هي في مال مش هتشتكي في الغالب، لا بالاستشار ولا بالديسيوري. امال دايما في مال ايه؟ بكومبليكيشن مضاعفات. ماشي؟ يعني يبقى عندها يوريترايت تاني؟ لا بقى عندها، بس هي اكوموديشن، يعني دايما اكوموديتد فور ستشارج. بس مش لا بس هي ما بتبقاش عارفه ده منين. بس في بس. بس هي ما بتبقاش عارفه ده منين في الاكيوت ستيج. الغالب يعني بطل وبين دول مش كفايه. بس البطل بمعنى، بص يا جماعه، مش بطل بمعنى ان اليورين في البطل بيبقى سيرب يورين. ده معناها كلمه بطل، مش بطل زي بطل ابحث كده لازم من اليورين. لا، كلمه استشار البطل مش معناها كده. ما يبقى اي فلويد في الدنيا سواء يورين في اف اي حاجه تقول فيها بطل مش معناها ان هو سيري كانت بطل. لا، بيبقى سيرب لونه سيرب شويه. طبعا مش هتشوف التربيه دي، هتشوفها ازاي؟ والديسيوريا ده البين ممكن تقول انه من اي سبب تاني. ماشي؟ والبنات بيبقى عندها سبب كتير، خلاص؟ عشان كده هي نص كومبلاني في الاكيو، تيجي بس في الليت ستيج اوف انفكشن بمضاعفات المرض اللي هي انفكشن. الكلمه المهمه اللي انا عايزه اقولها لكم ان هو في ميل الفاجاينا نوت افكتد. عشان تيجي الفاجاينا نوت افكتد. ده الميل وده الفيميل. خلاص؟ وسواء مال او فيميل ممكن يحصل لهم ديسكريميشن. وبلاد. ويبقى معاها بس كريمات. دول في الميلان الجزئية اللي انا اعرفها. خلاص؟ ايه النون فينيريال ديزيز بقى؟ ثلاث انواع من الديزيز، هاخد الاسامي فقط. تيجي السؤال ده سؤال انيوميريشن دايما. الجسم في الامتحان دايما سؤال انيوميريت، يعني ايه؟ انيوميريت 3 اوف بكتيريا جونوريا ديزيز، انيوميريت 3 اوف مطلق انفلونزا، انيوميريت 3 يعني قول بس عد اسامي. فده دايما سؤال انيوميريشن، كان جايب سؤال خالص. مين هم النون فينيريا ديزيز اوف بكتيريا جونوريا؟ هاخد اساميهم فقط. حاجه اسمها اوبتالميا نيوراتورا. اوبتالميا يعني في العين، التهاب في العين. اوبتالميا نيوراتورا يعني بيجي فين؟ النيونيت، الأطفال بتاعت الولادة. استنى نيورادورا معناها انفلاميشن في الآي، بس في الأطفال أثناء الولادة. بيجي بالكونتاكت مع إيه بقى؟
مع البرس كمان اسماء الولاد ماشي؟ استنى ده استنى يونا فورا يونا اللي هو اليونان بس ده يعني مصطلح بين كل شيء يونا فورا يونان حط على جنبها اه يونان فبقت يونا فورا ماشي؟ استنى في اه خلاص؟ وبرضه برجعنا برضه يبقى هنا في فاتح بقى جانب مهم هنا في بطل نايتر لكن هنا ما فيش في البنيريال دي ما فيش بطل نايتر ليه؟ لانها قضت في الدماغ كمية كبيرة لكن هنا برضه بطل نايتر انت تبقى افكتيف في اليوم في الدماغ هما الكلام الصغيرين اليوم ده الحاجة بكتيريا دي كلمة مشهورة ومهمة جدا لو قلت لكم البكتيريا دايما بتحب تروح فين؟ بكتيريا بلس بتحب تروح فين؟ مكان فين؟ ثلاث مكان اللي هو ارتايتس ونيمونيا وهنا بالذات بقى في الساينوفيا تيجي يعني فين؟ الجوينت الثاني الاكبر دايما السؤال يقول لك ده ممكن بروميننت يعني اشهر بكتيريا تبقى موجودة في الجوينت هي نايتيريا اشهر بكتيريا تبقى موجودة في الجوينت هي ايه؟ نايتيريا زي ما احنا موجودة في الجوينت بتعمل ارثرايتس الجوينت بتعمل ايه؟ ارثرايتس ماشي؟ ده اللي انا اعرفه عن الجزيرة لو حبيت اشخص مين يقول لنا السكتو دايجنوستيك هاي نفس السكتو انا هقولها بس هو دايجنوستيك مش مواد هقولها عشان انا عايز اعودكم انكم تقولوا دايجنوستيك حتى من غير ما تكونوا داخلين ان احنا نمشي اكوردنج تو ايه؟ الدنيا هي هنا بس يفرق حاجة ان الدايجنوزيس اوف جونوريا الاكيوت ميل عشان الميل دايما بيبقى معاه ايه؟ سيمتوم الدايجنوزيس بتاعه ليه طريقة واحدة لكن لو هو كرونيك ميل او فيميل ليه طريقة تانية ازاي يعني؟ زي ما قلت لكم الكلمة الأولانية هي اللي سببت الحكاية ان هي ايه؟ ما قلنا ان الارتيريا الجونوريه لا يمكن ابدا تبقى ايه؟ فلورا لا يمكن ابدا تبقى موجوده في الجسم. لكن مثلا النيتيريا من الجديدس لو عملت سوق صابع يعني خدت مسحه من الدور كده من الناس اللي قاعده دي كلها ممكن الاقي خمسه سته منهم فيهم النيتيريا من الجديدس نورمال موجوده ومش عامله اي جديد. فتبقى هي ممكن تبقى فلورا لكن دي الجونوريه لا يمكن ابدا تبقى فلورا. عشان كده لو خدت من الميل من الراجل اللي بيشتكي اللي جاي يشتكي ده عينه يورين وفحطها تحت الميكروسكوب بالدايركت سمير فقط ولقيتها يبقى ده يقول لي ان اكيد في ايه؟ انفكشن عشان هي المفروض لا يمكن ابدا تبقى موجوده. فعشان كده الاكيوت ميل يعني الميل اللي جاي بيشتكي الميل بالذات لان هو اللي بيجي في الاكيوت الميل ما بيجيش في الاكيوت السيف بيشخصوه فقط بالدايركت سمير بس. يا دكتور ممكن تبقى افيرولنت وما عندهاش ويلي دي ما تبقاش نورمال يا مين الافيرولنت مين؟ هي الروجانيزم ده بس حتى الادفيرال ما تبقاش موجوده نورمال ما هيش فلورا عمرها ما لقيتش نيفر نيفر دخلت انفكشن لا نيفر تبقى انفكشن تبقى انفكشن ما هي من ادفيرال هتعمل لا ادفيرال ازاي؟ لا يمكن يبقى ما عندهاش ولا فيرال فيكتور واحد لازم يبقى له واحد ممكن واحد مش موجود اه لكن مش كل الفيرال زي ما قلنا قاعده ايه؟ ان في حاجه اسمها ايه؟ ان لازم كل بكتيريا يبقى عندها مجموع يبقى عندها كل الفيرال فيكتور اكيد هيبقى عندها واحد منهم خلاص؟ مفيش حاجة تانية مفيش حاجة اسمها ان النيتيريا كلها تبقى موجودة ومفيش ايه؟ انفكشن لكن لو مش موجودة يبقى فيه انفكشن خلاص؟ الكرونيك بقى هو اللي هيمشي بيه اكوردنج تو ذا سيستم اللي هو أول حاجة ايه؟ فيت ميل هنقول بس عشان نمشي حاجة بالسيستم فيت ميل تاني حاجة ايه؟ دايركت سمير تمام بعد دايركت سمير ايه؟ دايركت انفكشن بعدين كلشر بعد الكلشر ايدنتيفيكيشن واخر حاجه ايه؟ ترول لا هي عارفه تثبت من منين؟ ديسكشار من اليورينا ديسكشار او اليوريثرا ديسكشار طيب بعد كده في دايركت مين هشوف ايه؟ يعني لما اخد الشارج ده احطه على السلايد او فاجينال لا ليه بقى؟ فاجينال افكشن كده بقى خدت منها فاجينال عشان كده مهم قوي الكلمه دي انا هي بتكتبها في دجنوس بيضا لو يونج يو لو يونج لا سيرفايكال مش فاجينال يونج كير لو يونج كمان احنا بنشوف الجمهوريه ماشي؟ دي
ده بيكون جونوريا ماشي. في اليونج فيميل انا ما سميتوش جونوريا، سميته ايه؟ فاجينايت ماشي. ده تشخيص الجونوريا. ثاني بقى يبقى ده اسمها هشوف ايه؟ هشوف المورفولوجي اللي هي جرام نيجاتيف تكنيك وسكاي انترا واكسترا سيلولر. هنا في الدايركت سكشن هبحث بايه؟ ادور على انتيجين او على نيوكليك اسيد. لازم تحفظوا السيستم اوف دايجنوزز لان ما يساعدكم ولا مصاد نذاكر كل الدايجنوز. فلو انا فاكر مورفولوجي وبايوكيميكال هعرف اكتب السيستم اوف دايجنوزز وامشي بيه. بس هنا في كلمه مهمه عشان كده قلنا نقوله ايه هي؟ دي الدايركت سكشن ما ينفعش ادور على انتيجين لانه فاريبل. فانا هدور عليه فقط هو نيوكليك اسيد. كالتشر هرجع على ايه؟ شوكليت او سيرم مارسل. ايدنتيفيكيشن اوف ذا كي تيست اللي هو مين؟ اوكسيدين. سيروزي نوت امبورتنت، مش مهم قوي السيروزي هنا. ماشي؟ تمام؟ شباب؟ نبقى السؤال النظري الثاني بتاعنا. اول يبقى اول سؤال نظري معانا هو الفيريلانس فاكتور اوف نيجيريا جونوريه. ثاني سؤال نظري اللي هو الايديميك. مهم قوي ده. سؤال ده مهم جدا جدا، كل سنة بيجي ابنك سريفرو. هو التريتمنت مش مهم ولا ايه؟ ها؟ التريتمنت مش مهم؟ لا. أنا بس أنا هحطها في الآخر التريتمنت بتاع كل الفوكار. كل الفوكار التاء أو ستريس أو حتى نيسيريا بعرفها بإيه؟ يا إما ببتدي بينيسيريا ولو هي ريزيستنت بدي بال فورين اللي هو تريبتيرم دول أو تريبتيرم. وثالث واحد الإريثرومايسين أو تريبتيرم. كل الفوسفات عليك الثلاثة دول، دي قاعدة كل الفوسفات. يقول لك في الأكل، أنت بتجيب الأول، أنت أول إحنا هنقول التريتمنت أوف من الجرس، ده مهم، وهو واحد، هنثبته على كل الناس، ماشي؟ تاني بقى الإبيديميك سيريبرو سبايرال من الجرس. ده كومبليكيشن بقى. ده كومبليكيشن كتير بقى. دايما الانفرتيلتي ده لقب يطلق على الجنين هو ليس المين يعني في الاخر ممكن تبقى كومبليكيشن بس دايما بما ان المين دي في الاخر فرصه قليل قوي ايه انه يحصل كومبليكيشن. خلاص دايما ايه احنا قلنا الماء لان الجمال بتيجي تشتكي بيها عشان ما بتجيش في الاكيوت تتعالج فتوصل للكومبليكيشن. لكن دايما اي ديزيز لما اي شخص هيشتكي في الاكيوت اول ما هيجيله ديزيز فقليل قوي يوصل للكومبليكيشن بتاعه. ماشي؟ ايه الابيديميك سيريبرو سباينال مينينجايتس؟ السؤال ده يا جماعه مهم جدا جدا. لو انا بركز ده اهم سؤال ثلاثة اورجانيزم اللي احنا قلناها الستاف والسيريبرو في المجرية ده اهم سؤال. دايما كل سنه ايه؟ ابيديميك سيريبرو سباينال مينينجايتس تيجي كده بقول في ايه؟ ترانسميشن في الستاف زي نوزي تريتمنت وبدل قال لي ترانسميشن بقول الكوفيد ايجنت. لما يقول لي على اي حاجه قلت بيتنقل ازاي لازم اقول لي بيسببها مين وبعدين اقول بيتنقل ازاي. ده قاعده لازم لما يقول لي ترانسميشن اقول ان الكوفيد ايجنت من هنا كذا وبيتنقل ازاي. يبقى تاني ده السؤال ابيديميك سيريبرو سباينال مينينجايتس ودايما كلمه ابيديميك سيريبرو سباينال مينينجايتس يقصد بيها المينينجايتس اللي سببها المينينجوكوكوك. فعموما احنا لما نبتدي الاجابه هقول ان ابيديميك سيريبرو سباينال مينينجايتس دايما كوزد باي مينينجوكوك. يعني انا هقول كاني بتاعي كوزد باي نيجيريا مينينجايتس. انها احدى اهم لازم اكمل الجمله دي انها one of the most common three organisms causing meningitis. وعدتهم ان هم النيموكوكاي والهيموكلاس والنيسيريا meningitis. ماشي؟ دي اول حاجه في الاجابه. ثاني حاجه في الاجابه الترانسميشن زي ما تتلاقي بروبلم انفكشن روم كي اور كارير. مهم قوي ان انا اكتب الكلمه دي حاجات كده الناس اللي بتصحح بتدور عليها ولو هي مش مكتوبه بتتنقط عليها. فالكارير دي مهمه قوي. ترانسميشن دروبلت انفكشن هتتنقل بالنفس. يبقى المنجاكس دي بتتنقل بالنفس في اي واحد من ثلاثه اورجانيزم هي بتتنقل بالنفس سواء في النيسيري او في الهوموجلاس او في النيمو بتتنقل باي دروبلت انفكشن يعني بالنفس. ماشي؟ ومن كيس او كارير
احنا لسه قايلين من الانتيريا من الجديد دي موجوده نورمالي 30% من الناس موجوده نورمالي، عشان كده هو ممكن يبقى كارير بس مش باين عليه كتير. يبقى في اثنين باي دروبلت انفكشن فروم جيست اور كارير بداوا بالتفكير ترانسميشن وبوزيتيف ايجنت قلتهم الاثنين كوز باي بكتيريا من الجديد وفي اثنين دروبلت من كيس او من ايه؟ كارير. تمام؟ الباثوجينيزيس بتاعها ايه؟ طب قولوا لنا احنا عشان نبقى فاهمين. اول حاجه دروبلت انفكشن يعني الاورجانيزم يدخل ويعمل مالتيبليكيشن في الفارس، يبقى ده اول حاجه فارنجايت، تعمل فارنجايت مالتيبليكيشن في الفارس. بعد كده بعد ما يعمل مالتيبليكيشن في الفارنس ينزل ويدخل ايه؟ البلاط. يبقى دي تاني حاجه بكتيريميا او يسموها مينينجوكوكسيميا، يعني المينجوكوك المينجوكوكاي موجوده في البلاط فيسموها بكتيريميا او مينينجوكوكسيميا. من اهم مضاعفات المرحله دي المرحله الثانيه اللي هي وجود البكتيريا في البلاط حاجه اسمها ووتر هاوس. مهمة أوي يبقى أنت تفكر ووتر هاوس ريزيستنس كنترول امين. ده معناه افكشن اوف ايه؟ ادرينال جلاند. امين اللي بيعمل الوتر هاوس ريزيستنس كنترول دي هي النايتيريا مين كتير وليه بتعملها؟ لانها بتافكت ايه؟ الادرينال جلاند. تاني يبقى اول حته في السؤال انا جاوبتها انها كي فروم دروبلت انفكشن فروم كيس اور كارير. الباثوجينيز في مراحل ايه؟ فارنجايت يعني مالتيبليكيشن فين؟ في الفارنج وبعدين يدخل على البلاط بكتيريميا اللي هي سموها مينينجوكوكسيميا وزي زيها زي اي بكتيريميا تروح اي اورجن نيمونيا اندوكاردايت ارثرايت زي ما قلنا في الجوينت. لكن اهم حته واكثر حته تروحها هي الادرينال جلاند وتعمل الووتر هاوس ريسبونس سندروم دي ودي حته مهمه جدا جدا. اخر مرحله في الديزيز ان البخار دي تعدي البلاد برين بارير وتعمل المنجر. ومن اهم علامات المنجر هو ايه؟ بومتنج وهيدك وبعدين ريجيديتي باك ونيك ريجيديتي فيفر. طبعا كل البيوجينيك انفكشن بيبقى معاها فيفر. كل الحجاي اللي بتعمل بيوجينيك انفكشن معاها ايه؟ فيفر. فيفر بومتنج ده يقولوا بروشكتايل يعني مندفع ونيك وباك ريجيديتي ماشي؟ نيجي للحتة الثانية المهمة في السؤال ازاي اشخص دايجنوز. انا همشي حسب السيستم بس هزود عليه شوية كلام عشان دايجنوز ده مهم جدا جدا. اول حاجة اختارت دايجنوز هتكون ايه؟ تريتمنت. اول حاجة اختارت دايجنوز تريتمنت. هنا بما ان دي من الدايجنوز فالتريتمنت ايه؟ تي اس اف او بلس. المرحلة الثانية موجود فين؟ في البلاط، عشان كده ينفع في البلاط، هنا السي اس اف او بلاط، بس هنا هتكلم هات السي اس اف ازاي؟ فلازم اقول ان انا بعمل حاجة اسمها لمبر بنشر. واللمبر ثلاثة ولمبر أربعة، يعني باخد اللمبر السيبرا ثلاثة وأربعة بينهم بيدخل بالإنجكشن بينهم ويسحب سي اس اف، يبقى بعمل لمبر بنشر بين لمبر ثلاثة وأربعة. وببص على السي اس اف اللي انا سحبته ابص على ايه في فيزيكال يعني اي اكزامينيشن يعني بعيد الاقي ايه سيرفيس فيزيكال الاقي سيرفيس يعني ابص على السي اس اف ده بعيد الاقي سيرفيس ده معنى كلمه فيزيكال اكزامينيشن. وبعدين كيميكال الاقي البروتين ده ليه البروتين ده؟ ها البروتين هنا دي سي اس اف استخشن ها؟ دي البروتين فلاميشن وفايبر فلاميشن وبص البص ده عباره عن بروتين ميلي سيل متكسره ماشي؟ ثالث حاجه في الار كل ده بشوف السي اس اف يعني كل الكلام ده برتبه على السبيك ما همشي حسب السيستم اللي انا عاملاه بس هزود في السبيك من شويه كلام. ايه اللي زودته؟ ان انا عملت حاجه اسمها لمبر بانكر بين ثلاثه واربعه وان انا ببص على السي اس اف ده بعيني بيسموه فيزيكال اكزامينيشن فالاقيه تربل معصر عشان فيه بص. وبعدين اعمل له كيميكال اكزامينيشن الاقي البروتين عالي مش شوجر قليل. سايتولوجيكال يعني عايز السيل مش البكتيريا البص سيل الاقيها عاليه انكريز بص سيل ده اكتر من 20000 جدا 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 جدا
انترا سيلولار، يعني انترا سيلولار جوه الفاصل وبره، ده الدايركت سنيك. ثالث حاجه هعمل دايركت انفكشن. يا اما هدور على الانتيجين او هدور على النيوكليك اسيد. هدور على الانتيجين ايه بقى؟ هما مين؟ كو اجلوجينيشن والكولينج رياكشن واللاتكس اجلوجينيشن. هو ده هو الانتيجين ده. يعني اهم انتيجين عندي هو ايه؟ الكبسول. يبقى الانتيجين ده هو اللي انا بدور عليه هنا، هو الكبسول. فانا بدور على الكبسول بتاع البكتيريا عشان ده اهم بكتيريا مش بس واهم حته في الاستراكشر بتاعها، فده اللي انا بدور عليه الكبسول. ماشي؟ يبقى ده اللي بدور عليه هنا الكبسول. الثلاث حاجات اللي بدور عليهم في الكبسول هو كولينج ولاتكس وايه؟ هو اجلوجينيشن ولاتكس اجلوجينيشن ايه؟ كولينج. انتوا حاضرين المفروض الصبح؟ لا كولينج طبعا مش الجو كولينج كانسر ولاتكس واخر حاجه ايه؟ هو اجلوجينيشن. قلنا اهو سؤال مهم جدا فظيع يعني سؤال اجلوجينيشن. رابع حاجة كده يقول الناس بتتداو. رابع حاجة نعمل ايه؟ كالشر. هزرع على ايه؟ شوكة اجار او ساير ماركت. وبعد الكالشر هعمل ايه؟ ايدنتيفيكيشن بريسبس وشوجر وفيرمنتيشن. الناس بتستخدم فيرمنتيشن ايه؟ ام من الستيفن تبقى ملحوظ. بولوكوكار بولوكوز احفظ دي مع دي وام مع ام. ماشي؟ في كلمة بس مهمة هنا بزودها في الكالشر، ان احنا بدل قلت بلاد فوق هعمل بلاد كالشر. كده لما قلنا الفرق بين البلاد البوتل بلاد كالشر بوتل، فمهم هنا ننزل على البلاد على بلاد كالشر بوتل. خلاص؟ اخر حاجة السيرولوجيكال دايجنوزيس نوت امبورتنت. هنا بقى بزود كلمة مهمة قوي بره السيستم بتاعي، ان انا بعمل دايجنوزيس اوف كارير. يعني لو دي مدرسة وفيها طفل ظهر كده في حالة وانا شخصته واتأكدت، فلازم كل الاطفال اللي حواليهم اللي في الفصل دول اعمل لهم ايه؟ اشوف هم عندهم النيزوفاي ولا اشوفها فين؟ النيزوفاي تمام في النيزوفاي في السيروت. هاخد سيروت سواب وادور عليه عشان دي اول مراحل من مراحل الانفكشن. اول مراحل الانفكشن قلنا ثلاثة، الاول تبقى فين؟ في الفارنكس. فقبل ما يظهر عليه الاعراض وتكمل انا هلحقه. ده معناه كارير ديجنوزيس، ان هو في بدايه الانفكشن عايز الحقه قبل ما يخش على الثيرد ستيج. ممكن يبقى نورمال كارير، ممكن يبقى نورمال كارير، ممكن هنعرف ازاي ما بعرفش ازاي كلهم. يعني لو ما هلاقي البكتيريا عنده ثاني، هو لما هلاقي البكتيريا عنده لازم اعمل له كونتاكت بروفيلاكسيس، سواء هي روتوجينيك او لا. دي قاعده. قاعده ايه القاعده دي؟ يعني ايه؟ يعني في ظهر انفكشن بالذات الحاجات الكبير دي، فكل الناس اللي حوالين المريض ده لازم يكون لهم حجر صحي. دي قواعده. ايه قواعده؟ ان انا اعمل سيرفي كل الناس دي، هاخد منها سواب واشوف عندها. انا مش هيضرني في حاجه ان انا اديله كونتاكت بروفيلاكسيس، مش هيضرني ولا هيضر العيال ولا هيضر الكونتاكت. الكونتاكت بروفيلاكسيس هنا عباره عن انتي بايوتيك بياخدوا ايه؟ فكل الناس بديهم مات حتى من غير الكارير دايجنوز. ضحكت عشان الكتاب. الصح اللي بيعملوه ايه؟ ان لما بيظهر حاله كل اللي حواليها بيدوا له كونتاكت بروفيلاكسيس من غير ما يعملوا لهم حتى دايجنوز. ماشي؟ تاني بقى، يبقى الكلمه اللي انا هقولها هنا هي كارير دايجنوز. دي مهم اعملوا عليها علامه كده عشان دايما ما تنسوش تكتبوها. كارير دايجنوز مهمه قوي هنا في الدايجنوز ده. مهمه جدا جدا جدا. التريتمنت بقى ده الحته هو الساير مارك موديفايد ساير مارك. ام تي ام باختصار لكلمه موديفايد ساير مارك، بيختصر لكده ام تي ام ساير مارك. ام تي ام هو اختصار لكلمه ساير مارك موديفايد ساير مارك. هو هنكتب ده دايجنوزس مع التفسير؟ يعني لو جيت سؤال ديفيز نكتب دايجنوزس لا هو كده السؤال دي كده ترانسليشن دايجنوزس تريتمنت. سؤال كده بيجي سؤال كبير. نعم. اه كل ده سؤال ده بيجي كده يا جماعه، سؤال ده بيجي كده على بعضه مش حته حوالي منه. السؤال ده بيجي سؤال على الرابط كده دايما بيجي. في سؤال اسئله طويله شويه. معظم الامتحان بيبقى شوف انت بيوريت وان يوميريت كده ودرو، لكن مش عارف سؤال وقت طويل شويه. درو ايه؟ درو ركز. سؤال ركز. درو سؤال ركز. اللي بيجي دايما ثلاث اسماء بقالهم خمس سنين بيجوا بيقولوا هون بيقولوا جلوبلين بيطلعوا اتش اي بي معاهم او اي حاجه من الفيروس. لا خمس رسام بيختار
هو دي حاجه واحده كلهم اسمهم بينيسيلين تمام. ويا ليه حاجه اسمها تتريزون واخوه حاجه اسمها سيبوبريتين العيله اللي وراه. لا اخوه زي اخوه مش بقول انا مش كل دول هتحوه بعمل شويه يعني ينفع في ده ينفع في ده وينفع في اخر واحد اريثرومايسين هو التتروفايسين ده اللي هو عنده ايه؟ ده من البنسلين الالرجي اللي عندهم الرجي بياخدوا اريثرومايسين او تتروفايسين. واخر حاجه بقى لو دول كلهم فشلوا عندي مين؟ كانسومايز. لو كل ده فشل بس ده دايما الناس ما بتقدروش اخر خالص لو كل اللي قبله فشل ماشي؟ هنا احنا من اللايف ده كل يبقى دول لازم يكونوا دول ينفعوا كل الكفار كل الكفار يقول لك ان دول ينفع انا عارفهم ليه بس هنا في المنجاشن هنا في المنجاشن لا بقول ايه التريتمنت ان انا بدي كومبايند ثيرابي. كومبايند ثيرابي يعني ايه؟ عشان ده كبير كتير وانا عايزه الحقه واحوط عليه فبيدو ميكس كذا انتبيوتيك مع بعض ده معنى كنت ولازم الانتبيوتيك ده يتاخد انترافينوس مش اورال مثلا برقه لا يبقى هنا في التريتمنت لازم يبقى كومبايند وانترافينوس وقت كذا واحد ادي الفينيسيلين ومعاه تكترازون اورتيكوستين وللالرجيك بيش ادي الاربعه دول كلهم كومبايند ثيرابي بنسلم كومبايند وانترافينوس كومبايند وانترافينوس كذا واحد كذا انت بس يعني مع بعض واديهم انترافينوس. طيب بدي ايه؟ بنسلم بلس معاه زائد يعني بنسلم بلس تكترازون اور تيكوستين وبعدين حط كلمه وان الرجيك بيش يعني دول اللي بديهم كومباين ولو واحد عنده الرجي فبستبدل له البنسلين بالاستروميزين او تيتروفايسين ولو هي سيفير سيفير كيس احط البنسلين كمان لو هي سيفير يبقى ثلاث بنسلين واحد من دول وبنسلين ده هو ايه؟ ده علاج التريتمنت بتاع الايه؟ المنشار ماشي؟ ده تريتمنت اوف المنشار اخر بس النار تطمن ويا بس النار اهم كلمه ورانا نتفق عليهم هي جرام بوست بس الباي بتطلع اكزوتوب هاي جرام بوست بس الباي اكزوتوب واحنا عندنا اربعه جرام بوست بس الباي خلاص بقى بدانا بس بوزيتيف ونيجاتيف وان اكسيل صح؟ بوزيتيف ونيجاتيف وان اكسيل يعني تيجي فيها هي الجرام بوزيتيف اهم صفه ليها انها كلها بتطلع اكزوتوكسين اهم فيري لما تحسوا ليها التوكسين ولما بنيجي نعالجها ما بنعالجهاش بانتيبيوتيك لا نعالجها بانتي توكسين دي كلمه مهمه قوي ثاني كل جرام بوزيتيف بس اللاي كلهم بيطلعوا اكزوتوكسين ولما بنيجي نعمل لهم تريتمنت للديزيز اللي بتعملهم ما بنعالجش تريتمنت الانتيبيوتيك لا بنعالجه بانتي توكسين خلاص يبقى هي بتطلع توكسين عشان كده تريتمنت بصوره انتي بودي انتي بودي ضد التوكسين مش انتيبيوتيك قاعده لازم يبقى فاهمينها خلاص يبقى كل الجرام بوست بتطلع اكسو توكسين بروديوسر والمين لاين تريتمنت هو انتي توكسين ماشي مين هم بقى الجرام بوست بتطلع بيقسموهم اكوردنج لوجود السبور يعني ايه السبور؟ يعني لما اشوف البطاطا كده فوق اشوفها كلها ملونه 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 ما عدا حته كده في النص الفاضيه الحته اللي في النص الفاضيه دي سموها ايه؟ سبور خلاص؟ فلو هي فيها حته فاضيه فبنسميها سبور فورمينج ولو ما فيهاش فبنسميها نون سبور فورمينج خلاص؟ فعند كل جرام بص بص اللايك اثنين نون سبور فورمينج واثنين سبور فورمينج تاني يبقى كل جرام بص بص اللايف هو أربعة اثنين منهم سبور فورمين واثنين نون سبور فورمين اللي أنا بديه بقى النهاردة هي نون سبور فورمين اسمهم إيه؟ كورايني باكتيريا والسبيري طب أمال النون سبور فورمين اسمهم إيه؟ باسيلوس وكلوستريديا هنأجل الأسامي بتاعتهم عشان ما نتلخبطناش نحفظ بس أسامينا بتاعت النهاردة
الجيران بص بس الباص وبيبقى تاني ليستيريا واحنا فيهم اسمها ليستيريا دي مش مهمة أوي بس المهمة هي الكرايمي باكتيريا ودي في منها نوعين بيربطوا الرمز للعيلة كرايمي باكتيريا دي اسم العيلة والعيلة دي بما اسمها بتبتدي بحرف السي فبيرمزوها بكلمة سي فتبقى اسمها دي ديفتيريا هو الأورجانيزم اللي بيعمل ديفتيريا تاني يبقى احنا بدأنا بس الضار وخدنا منها فرع الجرام بوست والجرام وكل الجرام بوست دول هم أربعة اثنين منهم سبور فورمينج دول المرة الجاية واثنين منهم نان سبور فورمينج نان سبور يعني دول مفهوم سبور مين هم بقى؟ واحدة اسمها كورايني بكتيريا دول اللي بيعملوا البكتيريا كورايني بكتيريا دي العيلة دي أهم حاجة بتعمله هو البكتيريا عشان كده خاف الأورجانيزم اللي بيعمل البكتيريا يعني العيلة دي فيها يجي 200 أورجانيزم بس واحد بس فيهم هو اللي بيعمل البكتيريا فعشان كده سموه باسم الديسيز خدوا اسم العيلة الأول وبعدين اسم الديسيز فسموه كورايني بكتيريا بكتيريا وبقية الناس اللي في العيلة دي كلها ما بتعملش ديسيز نرفوجيني فلموهم كده على بعض وسموهم بيستيرويد تاني بقى يبقى احنا قلنا بس الضاي جرام بوزيتيف يبقى بس الضاي دماغي عارفه انا ماشي ازاي وبعدين خدت منها الجرام بوزيتيف بس الضاي والجرام بوزيتيف بس الضاي قلنا اربعه اثنين فيهم سبور دول هنأكد والاثنين ما فيهمش سبور مين الاثنين اللي ما فيهمش سبور احفظ اللي بيعمل بكتيريا يبقى اللي بيعمل بكتيريا ده جرام بوزيتيف بس الضاي ما فيهوش سبور اسمه ايه بقى البكتيريا اللي بتعمل بكتيريا في بكتيريا هتطلع كده بس لازم احفظ كلمة كوراين دي كلها دي بكتيريا انا عندي العيلة دي فيها واحد باثوجينيك اسمه دي بكتيريا او كوراين باكتيريال بكتيريا واحد باثوجينيك واحد بقيت بقى مش واحد اكتر بقيت ال 200 نان باثوجينيك وعلى بعض كده بما انهم بيحملوا صفة النان باثوجينيك سموهم كده على بعض ديكتيروي بقولهم كلهم نان باثوجينيك يعني كتير بقى عشان نحفظ بقى عندي كوراين بكتيريا دي عيله ما فيهاش سبور وجرام بوست بس الله فالعيله دي كلها الناس دي كلهم تحت الميكروسكوب هشوفهم بس الله يعني عصيان لونها ايه؟ ازرق او بايظ يبقى دي عصيان ازرق او بايظ تحت الميكروسكوب خلاص؟ طيب هما ليه الهاد دي؟ واحده فيهم اسمها ليستيريا ودي مش مهمه قوي هعرف عنها في كتير صغيره المهمه هي الكوراين دي الكوراين بكتيريا بكتيريا عشان هي بتعمل اهم جديد في الحكايه دي كلها اسمه ايه؟ ديفتيريا. ديفتيريا ده كان جديد موجود زمان وما عادش موجود دلوقتي، هو كان سيفير ديزيز، بيجي للتشيلدرن زمان، خلاص؟ دلوقتي نتيجه الفاكسينيشن فخلاص ما بقاش بس نعرف عنه الكلام المهم نعرفه. ايه الكلام المهم اعرفه هنا؟ اول حاجه هبتدي بيها ان الكوراين بكتيريا الديفتيريا دي ساعات دايما بتقلل في العمل ايه؟ اللي بيجيلكوا دايما في الامتحان هو السلايد بتاعت الدستروي في صفات المعنى فدايما لما تتبان يقول لي طب مين هو الباثوجينيك ممبر في العيله دي؟ يبقى الباثوجينيك ممبر هو السي ديفتيريا لاحظت؟ يبقى العيله دي متقسمه فرعين، فرع باثوجينيك وده فيها واحد بس شخص واحد اسمه ايه؟ سي ديفتيريا وفرع ثاني نان باثوجينيك وده فيه بقيه الناس وسموهم على بعض ديفتيروي احنا قلنا عن ميثيريا ان انا قلت لك انها متعلقه في الثروب لكن الديكتروي دي موجوده فين على السكين؟ سكين نورمالي الديكتروي دي موجوده نورمالي على السكين تمام؟ ابتدي بنفس السيستم اللي انا بمشي بيه من حيث الشكل شكلهم ايه؟ نرجي مورفولوجي مش كده الكلام المهم مورفولوجي شكلهم ايه؟ بيجرام بص بس اللاي ازرق وعامله كده بعد كده ايه؟ عقد زيد يعني جرام بص بس اللايك كل اثنين عاملين مع بعض يا اما في يا اما ال يبقى دي تشاينيز ليتر اريج يبقى ده المفروض يحسب له في الكلمتين الحته الاول هجيبها من فوق من التقسيمه في جرام بص بس اللايك الصفتين بقى اللي استخدمهم في جرام بص بس اللايك ايه؟ لا فيها عقد فتبقى دي وانها واخده حاجه اسمها تشاينيز ليتر ارينجمنت دي اور ال شيب تشاينيز ليتر ارينجمنت دي اور ال شيب ده التعميم المفروض ده بتاع دي الباثوجينيك ده
لكن الهايبرفوجينيك اللي هم الالكترولايت شكلهم كده لا عاملين كده يعني ما فيهمش ايه بيجي يبقى دول نص بيجي وما هماش بي او ال لا منصوبين جنب بعض يسموهم باليفيد ارينجمنت باليفيد باليفيد يعني قطر جنب بعضها يبقى ده البروفوزي سهل اهو تاني دايما البروفوزي هتكتبه بالرسم عشان ما انساش كلامه فدي بيجي فيها عقد العقد دي يسموها فود جرانيول فود جرانيول دي عقد اكل تسميها الاكل وايه كمان غير انها فيها عقد شاينيز ليزر ارينجمنت دايما كده كل بكتيريا يبقى مصيفها ما شفتهاش ابدا تاني فكده الشاينيز ليزر ارينجمنت دي لا يمكن اشوفها غير مع كوراين بكتيريا بتستري تمام كوراين بكتيريا بتستري شاينيز ليزر ارينجمنت دي اللي انا بشوفها في العالم اسمها ايه بكتيرويد دي لا هي فيها فيدس ولا هي شاينيز ليزر ارينجمنت تمام يبقى دي جرام بص بس اللون وبالي فين يعني مصفوفه جنب بعض جنب بعض خلاص ده من حيث الشكل تاني حاجة لازم نقول اللي هو ايه؟ ها؟ كالشر هتبقى من نوم كالشر هتلحق على ايه؟ مهم جدا جدا كوراني بكتيريا من السيريا دي مهم قوي تزرع على ايه؟ لو بلاز سيرم لو بلاز سيرم وبلاز وبلاز كلورايد ثالث فرق واهم فرق فوق
دايما الدرجه بتتحسب على اربعه، اربع حاجات اكتبهم، اربع نقط تكتبهم، ماشي؟ في اي تيم لازم على الاقل اقصد له اربع نقط. نرجع للسيستم بتاعنا، قلنا مورفولوجي وكلتشر وبايوكيميكال. بعد كده المفروض بقول ايه بقى؟ هي ديناميك وتراكتور، ده مهم قوي. احنا قلنا كل الباتريلاي اهم ديناميك فاكتور عندها هو ايه؟ لوكس، كلهم بيطلعوا ايه؟ لوكس. البكتيريا الواحدة جدا السكر بتاعها واخد اسمها، هي اسمها كوراين باكتيريوم بيكتيريا. الجديد اللي بتعمله ديكتيريا والتوكسين برضه اسمه ديكتيريا توكسين. يبقى الديناميك فاكتور اسمه ديكتيريا توكسين. انا هكتب رسمة كده عشان التوكسين افضل اغيرها ليه. ايه الرسمة دي؟ ان التوكسين ده هو عبارة عن حتتين، حتة اسمها ايه؟ وحتة اسمها بي. ده السيل بتاعي، الممبرين بتاعي، هيومن سيل. هذا اللي احنا بنقول ايه؟ ديناميك فاكتور قريب باكتيريوم بالسيل. ما كل باكتيريا تبع الممبرين فاكتور بتاعها ايه؟ توكسين، ايه توكسين. الفيرال فاكتور التوكسين بتاعته بكتيريا توكسين واخد اسمها، والديزيز واخد اسمها اللي هي التوكسين بتاعها بكتيريا توكسين والديزيز بالسيل. بيشتغل ازاي البكتيريا توكسين ده؟ عباره عن حتتين، تو بروتين جنب بعض. واحد اسمه بي وواحد اسمه ايه؟ في جانب انه بايندنج بين الهيرتور ريسبتور اللي على السيل ممبرين بتاعه بايندنج، وبعدين يفضل البي بره ويدخل بس الايه. ماشي؟ الايه ده يعمل ايه؟ تيجي اهو على الرايبوزوم. الرايبوزوم ده الحته اللي بتعمل ايه؟ البروتين سيركل، يبقى ده المصنع بتاع البروتين بتاع السيل بتاعتي. يجي الايه بره ده اهو يفضل يقرب منه ويضيق ويجي ده اهو يمسك في الرايبوسوم ويعمل ايه؟ يوقف الفانكشن بتاعته، يبقى الفانكشن بتاع البكتيريا توكسين انهبت او ارست البروتين تركز انسايد السيل. والبروتين ده هو ايه؟ هو حياه السيل، هو كل حاجه جوه السيل. فيحصل ايه؟ الظهور وكذا السيل جنب بعضه يموتوا معناه ايه؟ الكلوزنج. حتة بحالها جدا. ماشي؟ تاني راجع البكتيريا توكسين ده عبارة عن تو بارت، A و B، B بايندنج و A أكتنج. B بايندنج و A أكتنج. أكتنج يعني ده اللي بيشتغل، البايندنج اللي هو اللي يمسك، والأكتنج ده اللي يدخل يوقف السيرفيس بتاع الإيه؟ بروتين. يوقف البروتين سيرفيس معناه إن السيل إيه؟ تمور، تلزق، مرة واحدة يعملوا ده حتة تكون كذا كذا من بعضها، يحصل الكلوزنج والاستكشفوا اللي بقى إيه؟ أكتنج. ماشي؟ ده التوكسين بتاعها. طيب الجديد اللي هي بتعملوها اسمه ايه؟ انا السبستريت لسه عشان اللي بيقرا في الورق هجيبها للاخر، حطيتها في دايره ده لو كان في حته في الانتاج المذكره الاسماء او في الكتاب اسمها توكسين ديتكشن تيست. مع كده توكسين ديتكشن تيست هي توكسين يعني ازاي اعرف ان البكتيريا دي بتطلع توكسين او ما بتطلعش؟ هو ممكن تبقى تطلع وممكن تبقى ما تطلعش. زي اي فيريانس فاكتور زي ما اتفقنا، ان مش معنى ان انا قلت ان الفيريانس فاكتور ده بتاع البكتيريا انه لازم يبقى فيه، لا، ساعات يبقى فيها وساعات يبقى مش فيها. فساعات يقولوا ايه؟ توكسيجينيتي تيست، يعني انا لما الاقي البكتيريا دي لازم ادور هي بتطلع توكسين ولا ما بتطلعش. فدي انا حطيتها جوه الدايجنوستكس اللي جاتلي من الذاكره الجديده، انا حطيتها جوه الدايجنوستكس. خلاص؟ طيب يبقى انا اللي يهمني هنا الحته اللي جايه ايه؟ الدي سي. كلمه مهمه قوي قوي، انا بحب اكتبها هنا جنب الدي سي. قلنا الدي سي اسمه ايه؟ ديكتيريا. لسه بقى نسيتها بسرعه، عمال اكتب ايه؟ كمان. والكولوجيف ايجنت ونيم فاكسين ونيم ميديا ونيم مود ترانسميتر. أربع مواد، أنا بفتكر النقطة الرابعة إيه؟ مود أوف الحتة الرابعة بتاعت السؤال، نيم للفاكسين ونيم كلتشر ميديا واسم الأورجانيزم اللي بيعمل الديزيز ده إيه؟ والمود أوف ترانسميشن. فهنا الديزيز ديزيز بتنقل إزاي؟ دروبليت. عندنا كم واحد بيتنقل دروبليت؟ اثنين، كيلو نيم؟ ميلز وفقاعي وهنا إيه؟ كل عموما الميلنجايتس بتتنقل باي دروبليت. النيم وفقاعي ديزيز بتتنقل باي دروبليت، والهيموفيلس ديزيز باي دروبليت، والدرينج وفقاعي ديزيز باي دروبليت. وده بقى رابع واحد بقى معانا اللي هو مين؟ الدكتيريا. بتتنقل باي دروبليت انفكشن.
كلمة مهمة قوي نكتبها جنب ايه؟ ان دايما البكتيريا دي اللي بيبقى موجود في البلاد التوكسين، لكن البكتيريا عمرها ما بتبقى موجودة في البلاد. عشان كده يقولوا عن البكتيريا دي انها نيفر انفيزيف. اكتبها جنبها كده، نيفر انفيزيف يعني تساوي انها نيفر انتر بلاد. يعني الراجل ده اهو الاقي فيه بكتيريا ولا توكسينيا؟ توكسينيا بس، لكن لا يمكن الاقي عنده ايه؟ بكتيريا. يعني لا يمكن الاقي الاورجانيزم في البلاد. يعني الراجل ده اهو هاز توكسينيا نوت بكتيريا. سنه مهمين جدا. دول اهم حته في الكتاب، ما فيش حاجه، بس الحته دي بتيجي في الام سي كيو. تاني ايه هي؟ ان البكتيريا دي بتبقى تنقل باي دروبلت انفكشن، تتنقل اي حاجه بتنقل باي دروبلت. اول مقر هتستقر فيه هو ايه؟ نادو فارنج. دي قاعده كده لازم تحط لنفسك قواعد، اي حاجه بتنقل باي دروبلت بالنفس اول حته هتروح وتقعد فيها هي النادو فارنج، وتبتدي تعمل مالتيبليكيشن جوه النادو فارنج. طيب عملت مالتيبليكيشن، تاني خطوه بعد ما تعمل مالتيبليكيشن تبتدي تعمل ايه؟ البكتيريا دي توكسين برودكشن، تبتدي تطلع التوكسين. هو ده الفاكتور اللي هو عندها تاني. يبقى البكتيريا دي تستثمر باي دروبلت، دخل بالنفس، دخل بالنفس يعني راح على النادي فارنس وقعد. بعد ما يكسر يكسر نفسه كده ويكسر عدده، ده معنى كلمه مالتيبليكيشن. البكتيريا تحب تكسر نفسها، تعيش في جماعه، تعيش في جماعات. تقوم تبتدي تطلع الفيرولنت فاكتور اللي عندها ايا كان، فدي الفيرولنت فاكتور الوحيد اللي عندها اللي هو ايه؟ التوكسين. يطلع التوكسين جوه النادو فارنج، يبتدي ياثر على السيكو اللي حواليها في النادو فارنج، ويعمل الحاجه المشهوره قوي قوي بتاعت البكتيريا اسمها ايه؟ سودو ممبرين. صح، يبقى ده سبب السودو ممبرين. يبقى هنا سبب السودو ممبرين ايه؟ انت لو السودو ممبرين دي بتتلاقي نيكروز انفلاميشن اللي بتعملها بتتلاقي انفورميشن والسودو ممبرين البكتيريا تزيد. ايه سببه؟ توكسين برودكشن اوف ذا تيشو اوف نيتو فالنس، بيعمل ديس اوف ذا تيشو اوف مانس. ده اكشن اوف ذا توكسين، ذا اكشن اوف بكتيريا توكسين نيكروزس اند ديس اوف ذا تيشو. وتوكسين برودكشن باي بكتيريا اوف نيتو فالنس بيعمل ايه؟ سودو ممبرين، ده اللي هو عباره عن ديس تيشو اوف البكتيريا، معلش تيشو فايبر. سودو ممبرين عباره عن كده، بكتيريا ميته وفايبرين تيشو ميت. ده معنى سودو ممبرين. وريموفال اوف سودو ممبرين دي ايه؟ ليدنج. وريفورميشن. وريفورميشن صح. اهم الارقام دي كلها ما فيهاش مشكله، هو البكتيريا دي بس. ليه في مشكله؟ عشان بعد كده الخطوه الثانيه اللي يحصل التوكسينيا. يعني التوكسين راح ايه؟ البلاد، ويختار اهم فايتال اورجان ويبدا فيه هار ونير. اهم تو فايتال اورجان ويقعد فيهم ويعمل لهم الريفرسبل دامج، يعني لا يمكن يعادوا صحهم تاني. الريفرسبل دامج الحتتين المهمين هما ايه؟ هار ونير. هار ونير ماشي ماشي يا شباب. مشكله ده بقى بيسموه ريسبيراتوري ديفتيريا. هو في حاجه غير الريسبيراتوري ديفتيريا؟ حاجه اسمها كين كونجكتايفال ديفتيريا. كين او ريسبيراتوري باي كونجكتايفال. السؤال الثاني يبقى لما اقول المونو ترانسليشن اقول ان انا عندي نوعين، اسمه ريسبيراتوري هستيريا زي ميل باي دروبلت، ونوع ثاني اسمه كونتاكت او كونتاكت تايب هستيريا زي ميل باي كونتاكت. ماشي؟ ماشي يا شباب؟ مين اللي هيقول لنا ازاي نعمل دايجنوز الراجل ده؟ مين اللي هيقول لنا ازاي نعمل دايجنوز الراجل ده؟ انا هاخد الاسم الاول. ده اول في حاجه مهمه قوي نكتبها جنب الديسيز اللي ده افكت يانج تشيلدرن. الجنبين الاول اللي هو بتاع جنب حته التوكسينيا اللي احنا كتبناها والنبر البكتيريا اللي هو افكت يانج تشيلدرن. ايه اللي هو بتحصل يانج تشيلدرن؟ ناس صغيره، اطفال صغيرين، يانج تشيلدرن. ايه الجروب هنا؟ هي مين يانج تشيلدرن. هناخد اول حاجه الديسيز من منين؟ نبره واحد نبره السودو ممبرين دي اهم حته، وبعدين ممكن من الثرو، لكن لا يمكن منين؟ من البلاط صح كده؟ لازم من ايه؟ من السودو ممبرين. تاني حاجه هعمل ايه؟ بعد السبيت من فايرلايت سمير اشوف فيها ايه؟ جرام بوزيتيف جرام بوزيتيف بس اللي هو نيتد وشاينيز ليتر ارينج. لازم لما بقول الفايرلايت سمير اكتب فيه ايه؟ المورفولوجي. تالت حاجه هعمل ايه؟ ديتكشن لانتوجين اللي هو مين؟
هم فيريوس فاكتور عنده بكتيريا. انا في الميتيريا اللي تيجي لما قلت انجن قلت مين؟ كبسول. هنا الانجن هو ايه؟ توكسن، عشان ده الفيريوس فاكتور المهم بتاعه، فده اللي انا هدور عليه. فده اللي انا قلت اللي هو التوكسيجينيتي تيست، لسه اللي هقوله ان انا لما ادور على التوكسن في خمسه تفتحوا اسامي ايه هما؟ اول واحد حاجه اسمها اريكتيفيتي، ادور على التوكسن اوف ديستيريا بخمس حاجات احضر اساميهم فقط. اليكسيس تاني حاجه ايلايزا، تالت حاجه بي سي ار، مهم الميو ده محور الاربعه دول. دي تو كارشرات، لو قلت دايما اللي هم لو في اي حاجه في الدنيا هم خمسه وانا قلت اربعه باخد الدرجه عليه. فدايما لما تلاقي حاجه خمسه او سته وانت واحد مش حافظها مش مشكله، لان مهما في ناس صعبه عندها انها تحفظ الحاجه الصعبه على دماغها، فدايما احفظ قليل سهل دائما يفضل دايما معايا. احفظ اما اقعد محفظ حاجه في الحاجه ما انتهت فيها ما فيش لازمه بقى احفظ دايما الواحد اللي دماغه كده ماشي. فتيش وكلشر سايز خلاص لو قلت الاربعه كفايه قوي، لو بصيت على
وعند 15 او هنا في مصر عند سنه ونص. 15 ده الايدل اللي فوق مصر التالت عند سنه ونص. ماشي؟ وفري سكول. وافري سنين. ده الاخر ده فين؟ ده كلنا كل الناس تاخدوا كده، كلكم خدتوا كده. احنا ما بناخدش كل 10 اسماء بس هنا ما بنكملش. ده طبيعي، الحكومة بتعمل اللي عليها، مش معنى كده احنا هنفضل تعاقب طول عمركم، يعني بتعمل اللي عليها تعاقب في أول سنتين، بعد كده المفروض كل واحد يبقى عارف الصح إيه ويكمل زي هو، ماشي؟ ثاني يبقى 2 و4 و6 مان، فور فري، الماكسيم دي غالية جدا، لو رحت دلت على أي ماكسيم في مصر والبحر دول بيعدي 500 جنيه، دي السيرة لوحده، الكومباين ده 700 لوحده، دي ليه ده؟ شفتوا الدورة بتقوم عليكم ازاي؟ يبقى تاني يجي باكسين ده كومبايند باكسين عبارة عن ايه؟ هي بتتنفس وبتصفر. بيتاخد امتى؟ 2 و4 و6 مرات سنة ونص وفي سكول قبل المدرسة، والمفروض الصح ان انا بكمل كل 10 سنين، بس كل 10 سنين ده عبارة عن دي ودي فقط. اشتري وبتتنفس مش البرصاصة تعال. ماشي؟ طيب يبقى انا قلت اول كلمتين عندي. طيب بعدين هقول ايه؟ هاكل بقى الدكتوري كونسويت ده او اي توكسويت، حتى الكيكه نفس توكسويت ده عباره عن ان فيه منه نوعين تو تايب. الدكتوري كونسويت ده عباره عن نوعين، في من التوكسويت ده نوعين، واحد اسمه لويد فورمان فاكسين، لويد فورمان، والثاني اسمه بتبقى تاني يبقى انا قلت كومبايند يعني ايه؟ بعدين اخد كده السيستم كومبايند، بعدين الايج جروب، وبعدين ايه انواع اللي موجوده؟ سواء كان بيستريم السوي او حتى التيتانوس بكتيريا، الكلمتين دول هيتكرروا عند التيتانوس برضه، التيتانوس السوي. هو الاثنين في موجود منهم نوعين، واحد اسمه فلويد فورمال، فورمال يعني فورمالين. فلويد فورمال يعني فورمالين، يعني ده في فورمالين. والثاني بريسيباتيت فاكسين يعني في ادجوفان. انا ابقى حاطط ده من ايه وده من ايه؟ ثاني فلويد فورمال فاكسين. ده بالانتباهين الفاكسين. لويد فورمال يعني عليه 3.1% فورمال، يعني جبت التوكسين بتاع البكتيريا بتاع البكتيريا وحطيت عليه 3.1% فورمال. فايدة الفورمالين ده ايه؟ رمومه في توكسيسيتي وريتين انتيجينيسيتي، ده معنى كلمة توكسويد، يعني أنا حولته لتوكسويد أهو دلوقتي، خلاص هو في الخطوة دي بقى توكسويد. ماشي؟ طيب، أمال لازم الخطوة الثانية دي ايه؟ بحسن أداؤه أكتر، يعني أخلي أداؤه أحسن شوية، يبقى ده فلويد فورمال دي الخطوة الأولانية في تصنيعه، فجم يطلعوه يعني، خدوا التوكسين وحطوا عليه فورمالين، فخلاص الفورمالين شال التوكسين، يعني هو دلوقتي ما يبقاش توكسين، لكنه أنتيجين ستيميليت الميون سيستم، فالخطوة دي يبقى هنا فورمالين، فورمال فورمالين، بحط فورمالين. هنا الخطوة الثانية بحسن أداؤه، أرضمان في محسنات مناعة، كلمة أرضمان معناها بالعربي محسنات مناعة. وايه اللي بحطه عليه عشان احسن اداؤه واحسن السيميليتر بتاعه وجهاز المناعه؟ احدى انواع الاشرطان اللي هي الالومنيوم فوسفيت او الالومنيوم مايكروسكايد. الالومنيوم فوسفيت او الالومنيوم مايكروسكايد. اكيد. دي تاني مهم جدا. والاثنين جايبين